العديد من الأنبياء بتاريخ الخلاص والتقاليد الدينية الكبرى اليهودية والمسيحية والإسلام. وأعبر عن شكري الخالص لسيد فخامة الرئيس برهام صالح لدعوته الكريمة وكلمات الترحيب الطيبة التي وجهها إلي باسمه وباسم السلطات. Ugualmente saluto i membri del corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile. Saluto con affetto i vescovi. أتقدم بتحية حارة إلى الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات ولكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية. جئت حاجاً لأشجعهم في شهادتهم في الإيمان والرجاء والمحبة في وسط المجتمع المدني، كما أحيي أعضاء الكنائس الأخرى والجماعات المسيحية الكنسية، وأحيي كل المؤمنين المسلمين ومثلين سائر التقاليد الدينية، ليمنحنها الله أن نسير معا كإخوة وأخوات في قناعة راسخة بأن التعليم الحق للديانات تدعونا أن نتمسك بقيم السلام وبالمعرفة المتبادلة وبالأخوة الإنسانية وبالعيش المشترك. إن زيارتي هذه تأتي في زمن يحاول فيه العالم بأسره أن يخرج من أزمة جائحة كوفيد-19 الذي لم يؤثر فقط على صحة الكثيرين، بل تسببت الجائحة أيضا في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعاني أصلا من الهشاشة وعدم الاستقرار. هذه الأزمة تتطلب جهودا مشتركة من كل واحد منا حتى نقوم بالخطوات العديدة الضرورية، بما في ذلك التوزيع المنصف للقاح يشمل الجميع، ولكن هذا لا يكفي. هذه الأزمة تدعونا لنعيد التفكير بأنماط حياتنا وبمعنى وجودنا. هذا يعني أن نخرج من زمن المحنة هذه أفضل مما كنا عليه في السابق، وأن نبني مستقبلنا على ما يوحدنا وليس على ما يفرق بيننا. خلال العقود الماضية عانى العراق من كوارث الحروب ومن آفة الإرهاب ومن الصراعات الطائفية التي غالبا ما تقوم على الأصول التي لا تقبل أن تتعايش في سلام مختلف الجماعات العرقية والدينية بمختلف أفكارها وتنوع ثقافاتها. كل ذلك جلب الموت والدمار وأنقاضا ما زالت مرئية وظاهرة للعيان، وليس فقط على المستوى المادي، فالأضرار أكثر عمقا من ذلك. يكفي أن نتذكر الجروح في قلوب الكثيرين من الناس والجماعات، جروح ستستغرق سنوات لتشفى. وهنا ومن بين الذين عانوا لا يسعني إلا أن أتذكر اليزيديين، الضحايا الأبرياء لهمجية عبثية وعديمة الإنسانية، تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني وبسبب هويتهم، فتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسهم للخطر. لذا فقد إن تمكنا أن ننظر بعضنا إلى بعض بوجود اختلافاتنا كأعضاء لعائلة بشرية واحدة، يمكننا أن نطلق عملية فعالة لإعادة البناء والإعمار، وأن نسلم أجيالنا القادمة عالما أفضل أكثر عدلا وإنصافا وإنسانية. وبهذا الصدد، فإن التنوع الديني والثقافي والعرقي الذي ميز المجتمع العراقي لآلاف السنوات إنما هو مورد ثمين نستمد منه وليس عائقا للتخلص منه. اليوم العراق مدعو ليبين للجميع وخاصة في الشرق الأوسط أن الاختلافات بدلا من أن تثير الصراعات يجب أن تتعاون في وئام للحياة المدنية. إن التعايش الأخوي يحتاج إلى
حوار صابر وصادق، حوار محمي من العدل ومن احترام القانون، وهذه ليست بمهمة سهلة، يتطلب جهدا والتزاما من طرف الجميع حتى يتم التغلب على الخصام وعلى المجابهات. ينبغي أن نتكلم بعضنا إلى بعض انطلاقا من أعمق هوية تجمعنا، هوية أبناء الله الواحد والخالق. واستنادا على هذا المبدأ، فأن الكرسي الرسولي في العراق وفي كل مكان تناشد دون كلل السلطات المختصة حتى تمنح لكل الجماعات الدينية الاعتراف والاحترام والحقوق والحماية. وأقدر الجهود التي تم بذلها في هذا الاتجاه، وأضم صوتي إلى صوت الرجال والنساء ذوي النوايا الحسنة حتى يستمروا في مسعاهم لخير البلد ومنفعته. إن المجتمع الذي يحمل سمة الوحدة الأخوية هو مجتمع يعيش أفراده في تضامن فيما بينهم. التضامن يساعدنا على رؤية الآخر كقريب لنا، كرفيق في دربنا، وهي فضيلة تحملنا على القيام بأعمال الرعاية والخدمة مع إيلاء اعتناء خاص لأكثر الناس ضعفا وحاجة. وأفكر بالذين فقدوا بسبب العنف والاضطهاد والإرهاب، فقدوا أحباءهم وأفراد عائلتهم، منازلهم وممتلكاتهم. أفكر بكل الناس الذين يكافحون كل يوم بحثاً عن الأمان وعن سبل العيش ليستمروا في حياتهم في حين تزداد البطالة والفقر. وإن معرفتنا بمسؤوليتنا تجاه ضعف الآخرين ينبغي أن تلهم كل جهد لخلق إمكانات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والتربوي، وكذلك للعناية بالخليقة بيتنا المشترك. وبعد الأزمة لا يكفي إعادة البناء، بل من الضروري أن نجيد إعادة البناء حتى يتمكن الجميع من العيش بكرامة والتمتع بحياة كريمة. لا نخرج من الأزمة كما كنا من قبل، نخرج منها إما في حالة أسوأ أو أفضل. وبصفتكم مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين، فأنتم مدعوون لتعزيز هذه الروح، روح التضامن الأخوي. ومن الضروري التصدي لآفة الفساد والاستغلال السلطة ولكل ما هو غير شرعي، ولكن هذا لا يكفي. ينبغي في نفس الوقت تحقيق العدالة وتنمية النزاهة والشفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك. بهذه الطريقة يمكن أن يزداد الاستقرار وأن تتطور سياسة سليمة قادرة على توفير للجميع وخاصة للشباب، وهم كثر في هذا البلد، أن توفر لهم الأمل في مستقبل أفضل. السيد فخامة الرئيس، السلطات المقرون، أيها الأصدقاء الأعزاء، آتي بصفتي تائب الذي يطلب المغفرة من السماء ومن الأخوة لكثرة الدمار والقسوة. أتيت حاجا يحمل السلام باسم السيد المسيح أمير السلام. كم صلينا في هذه السنوات من أجل السلام في العراق. القديس البابا يوحنا بولس الثاني لم يدخر مبادرة، ولا سيما قدم الصلوات والآلام من أجل السلام. والله يصغي دائما، وعلينا نحن أن نصغي إليه وأن نسير في طرقه. فلتصمت الأسلحة ولنضع حداً لانتشارها هنا وفي كل مكان، لتتوقف المصالح الخاصة، تلك المصالح الخاصة التي لا تهتم بالسكان المحليين.
ولنسمع صوت كل من يبني ويصنع السلام، لنسمع صوت الصغار والفقراء والبسطاء الذين يريدون أن يعيشوا ويعملوا ويصلوا في سلام. كفى عنفا وتطرفا وتحزبات وعدم تسامح، ولنعطي المجال لكل المواطنين الذين يريدون أن يبنوا معا هذا البلد من خلال الحوار ومن خلال مواجهة صريحة وصادقة، لنعطي المجال لكل من يلتزم في المصالحة.